تحية لكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية نخصصها للحديث حول قضية من أهم القضايا التي تهم ليس فقط الحكومة بل أيضا المواطنين، وهي قضية التشريعات اللازمة للحد من مخالفات البناء. هذه المخالفات التي ربما بدأت الدولة في الآونة الأخيرة تولي لها اهتماما كبيرا من خلال إزالة هذه التعديات والمخالفات وسن القوانين اللازمة من أجل الحيلولة دون عودة هذه المخالفات مرة أخرى، نظرا لخطورتها سواء على صحة المواطنين وعلى حياتهم وأملاكهم ومدخراتهم، وأيضا خطرة على ظهور قضية أخرى وهي قضية العشوائيات، والتي ربما تلتهم بعض الأراضي الزراعية وتؤثر فيها، وأحيانا ما تؤثر أيضا في القنوات المائية الخاصة بالري لدى المواطنين. على أي حال، نحن نفتح هذه القضية الهامة جدا لحضراتكم من خلال ضيفين كريمين في الاستوديو. شرفنا بحسب ترتيب الجلوس إلى جواري الأستاذ الدكتور محمد ندى، أستاذ العمارة والتنمية العمرانية وعميد كلية الهندسة جامعة بن سويف. برحب بسيادتك سيادة العميد، شرفتنا. كما يشرفنا أيضا سيادة النائب عمرو أبو اليزيد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب. برحب بسيادتك سيادة النائب، شرفتنا يا فندم. واسمحوا لنا حضراتكم نبدأ النقاش، لكن بعد ما نشوف معكم هذا التقرير. تأكيداً لحق المواطن المصري في عيش كريم وسكن ملائم، تعمل الدولة المصرية على القضاء على مشكلة العشوائيات والمناطق الخطرة بسن مجموعة من التشريعات للقضاء على هذه الآفة التي تضر المجتمع المصري. وتتوقع الحكومة المصرية القضاء على مشكلة العشوائيات خلال عامين، حيث أكد وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن الوزارة تعمل من أجل الانتهاء من تطوير 279 منطقة في 25 محافظة بتكلفة تقدر ب 14 مليار جنيه خلال عامين. وأضاف مدبولي أن التحدي الخاص بالعشوائيات يعتبر أمرا كبيرا، مضيفا أن نحو 1,200,000,000 نسمة على مستوى العالم يقطنون في العشوائيات، بما يمثل نحو 15% من سكان العالم، وذلك طبقا لتقارير بالأمم المتحدة. من جهة أخرى، فإن ملف العشوائيات من الملفات التي تتصدر أولوية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال عشرات اللقاءات مع المسؤولين في هذا الملف أوضح للجميع أن ملف العشوائيات من أهم القضايا التي يتولاها الرئيس شخصيا، لما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية وحضارية، لأن هذه البؤرة الإرهابية هي المفرغ الرئيسي للإرهاب والبلطجة وكل الموبقات الاجتماعية والأخلاقية. كلف الرئيس بوضع خطط للارتقاء الاجتماعي والإنساني والصحي لسكان العشوائيات الذين يتم نقلهم للوحدات السكانية في المشروعات الجديدة بواقع 500,000 وحدة سكنية مدعمة بالإسكان الاجتماعي، حيث افتتح الرئيس العام المنصرم الإسكان الاجتماعي لحي الأسمرات على مساحة 126 فدانا، وكذلك مشروع غيط العنب، وقام بتطوير 30 منطقة عشوائية. وأصبح الرئيس يقود بنفسه أكبر مشروع حضاري إيمانا بحق البسطاء في مسكن لائق. وأصبح أمام مجلس النواب الآن الكرة لوضع مزيد من التشريعات للقضاء على عشوائيات البناء تماما في مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد. بعد ما شفنا هذا التقرير نبدأ النقاش على الفور مع ضيفي الكريمين، ويسمح لي الدكتور محمد ندى أبدأ مع سيادة النائب. سيادة النائب، ما الذي جعل هناك ظاهرة في مخالفات البناء في عموم مصر
ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أسباب كثيرة جدا. أولا فساد المحليات اللي احنا بنعاني منه من سنين كثيرة جدا. القوانين العاجزة للقضاء على هذه الفساد وتكون حائط صد للقضاء عليه مش موجود. احنا عندنا اي واحد عايز يبني بناء مخالف عندنا ما فيش اكتر من الموظفين المرتشين في المحليات، فطبيعي جدا بيبني بناء مخالف ويجي الموظف الحي بياخد بما فيه النصيب ويبني. ما فيش مشكلة اذا كان البنية التحتية تتحمل هذه الابراج اللي بيتم بنائها يوم بعد يوم، ما فيش اي مشاكل. اللي بينعكس عليه في الاخر زي دايرتي، داير بولاد دكرول فيها 2 مليون، كان الاول عددهم 200 الف، دلوقتي دايره بولاد دكرول 2 مليون و700 الف مواطن، لم يتم تغيير فيها ماسوره ميه، لم يتم فيها تغيير صرف صحي، فطبيعي جدا في جميع دوائر مصر هو ده اللي كان بيحصل، فساد المحليات. فساد المحليات ولا جشع بعض، بقول بعض المواطنين؟ ما هو الاثنين. ما هو طالما المواطن لقى بعض المواطنين لقى ثغره اللي هو يبني بناء مخالف دون ان يتجه للطرق المشروعه، فطبيعي جدا هيستسهل ويرفع على طول، ما فيش اي مشكله، والمرافق بتخش برضه بالطريقه الغير مشروعه. حد يقول لي احيانا الطريقه المشروعه بتبقى صعبه فعشان كده بلجا للمخالفه، هل الكلام مظبوط؟ صحيح؟ الكلام ده مظبوط، عشان كده القوانين الجديده، قانون البناء الموحد، ادى حاجتين، ادى حمايه للشخص اللي بيعايز يبني بالطرق المشروع، حماية قوية جدا، بتسهل له الإجراءات، بتسهل الإجراء عن طريق الشباك الواحد. وفي نفس الوقت تحبس الموظف لو ما سهلوش الإجراءات دي. حبس الموظف لأنه كان يقول لك المواطن بيستسهل المخالفة لأنه مزبوط. في الإجراءات صعبة جدا، تمام، فكان بيستسهل المخالفة. النهاردة احنا يسرنا الإجراءات، أولا احنا يسرنا الإجراءات. طب احنا هنتكلم على موضوع مثلا واحد بنى مخالف، ايه الإجراء اللي انت تاخده معاه في ظل القانون القديم؟ اللي الاجراء كان بيعمل له مخالفه وقرار ازاله وحبس وما بيتنفس. وما بيتنفس لان في مخالفات كتير قوي، مخالفات كتير قوي. هتزيل ايه ولا ايه؟ اي واحد هيسكن هيحط مفارين يسكنوا في الشقه، ما فيش ازاله، ما فيش ازاله، فهو متدرب على الكلام ده. الشخص المقاول اللي بيبني معلم، عارف هي معلم في المباني، معلم في الحياة، وموظف الحي المرتشي موظف. مش احنا مش هنتكلم على، انا بس مش عايز اقصه قوي على موظفين الاحياء لان فيهم ناس كتير جدا امناء ومحترمين. طبعا مش هحط راس افتراء، لازم نعترف بالحقيقه ان في بعض موظفين المحليات السبب الاول لانتشار الفساد في البناء المخالف. طيب فما ننكرش الكلام ده، فطبيعي جدا القانون ادى الحق والحمايه الكافيه للشخص اللي عايز يبني بالطرق المشروعه، وفي نفس الوقت عقوبه رادعه قويه جدا جدا للبناء المخالف، وهو الحبس ومصادره المبنى والارض. طيب خلينا ننتقل لسياده العميد الاستاذ الدكتور محمد ندى. سياده العميد، الظاهره دي اولا حجمها في مصر كبير ومقلق عن الدول الاخرى، ولا احنا يعني بنكبر الموضوع؟ مش احنا البرنامج هنا الناس والصحافه والاعلام وربما او الدوله مكبره الموضوع؟ في البدايه كل سنه وحضرتك طيب والمشاهدين طيبين، طيب يا رب تبقى سنه سعيده على مصر والمصريين ان شاء الله يا رب. وشكرا على الاستضافه. وكرأي شخصي الموضوع مهم جدا، وطبعا الكلام فيه كتير، ويمكن حلقه واحده ما تقضيش. يعني هي الـ 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 الكمية كبيرة في مصر، يعني كمية العشوائيات او زودنا بقى كمساحات وكأعداد، فالمشكلة ممكن تبقى كبيرة. ويمكن اللي كمان اللي بيكبر المشكلة ان في مجهودات كبيرة بتبذل من الدولة، سواء من في تعديل قوانين او سواء في امكانية للحد من انتشار العشوائيات، بس ممكن تكون ده غير كافي، لان التعامل بيتم على ان حضرتك بتحاول تنقذ مشكله موجوده، انما المقترح ان حضرتك تحاول تسبق، لان دايما كل ما حضرتك بتحاول تعالج ففي جديد بيطلع وهكذا، فالمشكله غير متوقع انها تخلص بسهوله. لازم يبقى في سياسات ولازم يبقى في طرق مقترحه يتم تناولها ويتم التعامل معها ويتم وضعها وتنفيذها، وممكن بالقوانين التعديلات اللي بتتم وباستخدام بقى القوانين برضو يساعد في تنفيذ ده، وده يبقى على خط متوازي مع معالجة القائم. فلازم دولة تسبق، يعني المتوقع ان يقترح ان انت تسبق لقدام اكنك بتحزم المشكلة. فالتحزيم ده عشان حتى يبقى اللي حضرتك بتبذله وبتدفع فيه وبيتم فيه مجهودات كبيرة ما يبقاش اكنك بتردم البحر. فده لما يبقى يتم مراعاته، وده محتاج
تعامل اطراف مختلفه وتكامل بين جهات مختلفه. والحضرتك وعمرو بيه قلتوا عليه من شويه، يعني في ناس كتيره عليها ادوار تعملها، يعني بما فيهم الساكن. ايوه يعني ما هو حضرتك اللي بيساعد على انتشار العشوائيات برضو، ان بيلاقي حد يشتري، مش كده؟ ما هو الساكن هيلاقي حاجه ارخص وتناسب امكانياته، خلاص هيعمل ايه يعني؟ ما هو معذور. فالمنظومه بتاعت العشوائيات، نمو العشوائيات بقى، مش تطوير المناطق العشوائيه، منظومه نمو العشوائيات شبه متكامله اكتر من تطوير العشوائيات. فين بقى اكتر، في المدينه ولا في الريف؟ لا انا اقصد متكامله من ناحيه حلقاتها متصله اكتر لنمو العشوائيه، مش نمو لتطوير. ده متزايد اكتر، لان الساكن موجود اللي هو عايز حاجه تناسب دخله، والمقاول اللي هو عايز يكسب باسرع وقت باسرع طريقه ممكنه موجود، وقد يكون في قصور من بعض الجهات في المراقبه، بدليل الابراج اللي بتطلع. الناس قالت الكلام ده، يعني مش ممكن برج هيطلع 15 دور زي بتاع اسكندريه او غيره دون خوض في تفاصيل حاجه معينه، يعني كفكره يعني طلع فجاه، ما هو قدام طلع قدام ناس وقعد يطلع دور وهكذا يعني. فالاطراف المختلفه اللي ليها علاقه بنمو العشوائيات قد تكون متكامله ومتجانسه اكتر من الاطراف اللي بتحاول تعالج. برضه سالت سيادتك يا دكتور، الظاهره دي منتشر اكثر فين، في الريف ولا في المدينه؟ هو دلوقتي حضرتك ما هي لما بتنمو حتى في المدينه فبتبقى نموها عامل زي الريف، يعني لان بيبقى طالع مناطق غير مخططه، يعني احد تعريف العشوائيات ان هي المناطق غير المخططه. فبالتالي الباترن او النمط بتاعها في الاخر هيبقى شكله شبه الريف، بس مع انه حتى ممكن يبقى في منطقه حضريه. فالمشكله ان حضرتك المدينه على اطرافها بتبدا تنمو، او في الجيوب جواها، المناطق اللي هي متخللات جوه المدينه القائمه، فممكن يعني هي للاسف يعني ممكن يبقى في تشبيه مع الفارق برضو، عامله زي الخلايا السرطانيه. يعني ممكن يبقى جسم موجود قدام حضرتك بس جواه خلايا معينه، فالمدينه ممكن يبقى جواها خلايا عامله زي الريف، لان انها عشوائي. وبالتالي برضو انما طبعا المتوقع برضو ان يبقى في الريف والمناطق دي في سرعه اكتر لنموها، لان بتبقى على مناطق زراعيه، المناطق مفتوحه اكتر، فالرقابه ممكن تكون اقل. التخطيط جه في الاماكن الريفيه دي متاخر كمان، يعني ما كانوش موعين زي المدن. فبص تلاقي مثلا الشوارع في الريف، ما هي اصلا غير مخططه، شوارع ضيقه ومتعروجه كده شمال ويمين، شوارع ده 3 متر و4 متر، لان هي اصلا حضرتك تلاقيها بهذا الشكل، لان هي اصلا حضرتك استخدامها كاستخدامات اراضي زراعي، كان زراعي يعني هي مش مخططه انها تبقى عمران، ما كانش مخططه تبقى سكن. لكن هو ما كان عايش فيها بني ادمين برضه، كان المفروض يخططوا، وكان في احياء موجوده، انما هم صحوا متاخرين شويه. هي دي برضو نقطة حضرتك، ان يبقى التخطيط سابق، مفروض كان يبقى سابق، الدولة سابقة فلما تسبق هتحد، لان طول ما حضرتك الدولة مش سابقة زي اي حاجة بسيطة بتحصل. يعني مثلا اذا حضرتك جيت في جنينة معينة، والمثال ده برضو استخدمته قبل كده ببساطة عشان نقرب للسادة المشاهدين، يعني اذا حضرتك عملت جنينة وعايز تروح من النقطة دي للنقطة دي وما عملتش مسار في الجنينه دي، هيحصل ايه؟ الناس هتنحل النجيله وهتعمل مسار لوحدها. لا مفيش حد هيلف حوالين الجنينه، وممكن يبقى كذا مسار وهيبوظ الدنيا كلها، هتبوظ الجنينه كلها. انما اذا تخطط المسار صح من الاول فالناس هتمشي ومش هتبوظ النجيله ما يبقاش النجيله كلها بس. طب اسمح لي اعود الى سياده النائب عمرو ابو اليزيد. القوانين والتشريعات باعتبار سيادتك ممثل عن الشعب في البرلمان، هل هي قصرة عن مواجهة العشوائية ومواجهة مخالفات المباني، ولا حضرتك شايف ايه؟ طبعا احنا عملنا لجنة استماع في لجنة الاسكان، وخدنا يعني حصرنا كل الحالات اللي موجودة اذا كانت في الاقاليم او في العاصمة، وبناء عليه حطينا بنود قانون البناء الموحد. طبعا في زي ما حضرتك قلت ان في اراضي زراعيه، مناطق زراعيه ما فيش فيها تخطيط عمراني. انا عايز اقول للدكتور ان في محافظات ما فيهاش زراعه صحراوي ولا فيها تخطيط، يعني ما فيهاش زراعه صحراوي، كلها اراضي زراعيه. وجه بحر والدلتا. وجه بحر والدلتا ما عندوش، فلما واحد عايز يسكن هيبني ازاي؟ فبيضطر اللي هو يبني بناء مخالف على ارض زراعيه. تمام؟ فكل هذه الحالات لازم نعمل نشوف الاسباب اللي خليه يعمل كده، وبناء عليه احنا ما ينفعش ان احنا نذبحه. لا لازم نشوف، ما ينفعش نجري نعمل مخالفه على طول. لان ده يعتبر احنا بنعتبره ده سبب قهري، اللي هو ما عندوش ظهير صحراوي ولا عنده اماكن
فيها تخطيط عمراني اللي هو يقدر في يبني فيها مباني يسكن فيها. طبيعي جدا اللي بيزرعوا هذه الزراعات لا في بني ادمين لازم يسكنوا هيسكنوا. بس اراضي كتير تاكلت بالسبب ده في بقى استغلال استغلال لنفس الحالات وعندهم اماكن تخطيط عمراني وعملوا مخالفات على الاراضي الزراعيه. فدي حالات ودي حالات. القانون بيعمل ده بيعمل حساب هذه الحاله والقانون ايضا بيعمل حساب لهذه الحاله. فمش كل حاله زي الحاله الثانيه. في نفس الوقت العاصمه عندنا مشاكل دي قنبله موقوته بالذات الدوائر الشعبيه. الابراج بتتبني بطريقه عشوائيه كبيره جدا. مفيش قانون رادع بيمنع هذه الابراج. في نفس الوقت القياده السياسيه اتجهت اللي هي تقضى على عشوائيات. شايفين شغل من القياده السياسيه اللي هي بدات فعلا. احنا كنا بنسمع كلام الايام اللي فاتت القضاء على عشوائيات قضاء على الكلام وبس, ولكن احنا شايفين فعل على ارض الواقع. وفي نفس الوقت زي ما قال الدكتور احنا بنجري وبنقضي على العشوائيات, وفي نفس الوقت العشوائيات كل يوم بتزيد يوم بعد يوم. فلازم قانون يحد من هذه العشوائيات عشان تقدر القياده السياسيه تكمل المسيره بتاعتها للقضاء على العشوائيات نهائيا. ما ينفعش اللي هي تقضي على العشوائيات وتبني مدينه الاسمرات ومدينه بدر ومدينه 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 وكل يوم العشوائيات عماله تزيد. فطبعا مش هيقدروا يقضوا على العشوائيات طول ما كل يوم العشوائيات بتزيد. فلازم نعمل قانون قوي فعلا يحد من هذه العشوائيات. وفي نفس الوقت احنا عايزين نحمي المستثمر العقار او الشخص اللي عايز يبني بالطرق المشروع عن طريق الشباك الوحدي عن طريق مجلس النواب عن طريق القاده السياسيه. نتحد اتحاد فعلا منسق بيننا وبين بعض. صدقني بعد 5 سنوات مش هتلاقي عشوائيات في مصر. تاني حاجه كان بيواجهنا كتير مشاكل في ميزانيه الصرف الصحي او المياه الشرب. يعني احنا قدمنا طلبات كتير كدوائر شعبيه احنا عايزين نغير بنيه تحتيه مياه الشرب. الحمد لله ربنا كرم وجهاز التطوير من العشوائيات جاب لنا مشاريع كتير في دايرتي داير بولاق دكرور. ما ننكرش في سنه واحده جايبين 17 مشروع في صفه اللبن, شحات الجمل بولاق القديمه, طبق الديابه, زنين, ابو اتاتا, ابو زيد, بدري, حوض الزواج. جبنا هذه المشاريع. وفي نفس الوقت لازم برضو نحد من زيادة العشوائيات, لأن كل ما هتزيد العشوائيات كل ما المشكلة برضو هتزيد وهنكلف الدولة مليارات الجنيهات عشان تحل هذه المشكلة. فإن شاء الله القانون بإذن الله هيطلع في دور الانعقاد الحالي قانون البناء الموحد وموازي لي قانون التصالح, لأن قانون التصالح هيدخل مليارات الجنيهات للدولة لإعادة تأهيل البنية التحتية في الدوائر الشعبية زي الأبراج الموجودة حاليا وسكنت بأمر واقع. طب هو بقت عبء على البنية التحتية, فإحنا عايزين ندخل البنية التحتية والدولة بقدر الإمكان بتحاول تحل, بس الميزانية هي اللي بتحكمها. عشان كده عملنا قانون التصالح. كل برج هيدفع مبلغ معين, مبلغ مئوي معين بالنسبة للأبراج, وهيتم توظيفه للبنية التحتية. إذا كان محتاج صرف صحي يتم تجديد الصرف الصحي, إذا كان محتاج مواسير مياه شرب بيتم توصيل مياه شرب, إذا كان بيحتاج صرف يتم رصف الشوارع. طيب اسمح لي للدكتور ندى. دكتور هل التصالح في مخالفات البناء بيؤدي إلى يعني كثافة العشوائية وإلى ظهور بؤر عشوائية جديدة أم شايف المسألة؟ على فكرة أنا بس عايز أوضح حاجة. آخر ميعاد تصالح البناء 2011. يعني ما في افكار بتطرح عليه عشان ما فيش مواطن يشغل دماغه يقول لك في كده في تصالح ابني ويرفع. ما في افكار بتطرح دلوقتي بحجم الكلام ده. اخر حاجه 2011. دول هيتم التصالح. بعد اللي هيبني بعد كده هيقع تحت قانون بناء الموحد الجديد. اتفضل يا دكتور. وطبعا برضه حضرتك حسب الحاله, يعني حسب يعني زي ما بيقولوا كيس باي كيس, حاله بحاله, حالة بحالة. كل حاله بحالتها. لان برضو موضوع التصالح ده يعني ممكن يكون سلاح ذو حدين, ان حضرتك مش اي حاجه تتصالح معاها. يعني ممكن مش بس ان يكون مبنى صالح انشائيا, طبعا دي نقطه اساسيه وغالبا ده متوقع ان هو مش اي مبنى هياخد هيتعمل له مصالحه ويكون خطر على الساكنين وخطر على المنطقه, فغالبا هيتعمل له اختبارات ومتوقع ان هو امن انشائيا, وبالتالي ممكن يدرس بقى موضوع التصالح بتاعه. بس في ابعاد كتير في موضوع المباني المخالفه, وليس فقط الناحيه الانشائيه. ما في مناطق عشوائيه وممكن تعتبر عشوائيه وهي امنه انشائيه بس عشوائيه. فمن ضمن العشوائيات زي ما حضرتك قلت من شويه الشوارع الضيقه. يعني لما تطلع لما بيبقى شارع عرضه 6 متر او حاجه وعليه ابراج, ما المنطقه دي فين بقى العوامل الصحيه والبيئه الامنه؟ البيئه مش الامنه انشائيا, البيئه الصحيه الامنه. أي. يعني مناطق زي كده غالبا ما فيش شمس هتدخل, ما فيش تهويه هتبقى مناسبه, الكلام ده كله. عشان كده في بدايه الحلقه ان موضوع تطوير العشوائيات محتاج يبقى فيه تكامل بين جهات مختلفه
بما فيه مثلا وزارة الصحة. يعني الموضوع مش بس إسكان، مش بس صندوق تطوير، مش بس قطاع تطوير عشوائية في وزارة الإسكان هو 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 المعني فقط. لا. هل هناك حلول لإعادة تخطيط هذه المناطق يا دكتور ولا ده صعب؟ على حسب على حسب كل منطقة. يعني في مناطق ممكن تبقى حضرتك بتحسن منها، يعني زي محاولات تمت في الجيزة والقاهرة في الفترة اللي فاتت ان مثلا الطرق بدل ما كانت ترابية او حاجة عملوها بلطوها انترلوك او كده، حطوا اضاءة، عملوا تطوير لواجهات المباني شوية، يعني بيحاول يحسن من الوضع شوية، يرفع من كفاءة الوضع شوية. انما في نفس الوقت حضرتك ما عدتش تخطيطها، يعني ده كده ما يعتبرش اعادة تخطيط، انما تحسين من البيئة شوية قدر المستطاع. في مناطق ممكن على حسب الحالة ممكن يعني تزيل عمارة هنا، تزيل حاجة بتاع، او ممكن منطقة على بعضها، يعني زي مشروع مثلث ماسبيرو مثلا. يعني مثلث ماسبيرو ده مشروع ممكن يبقى خطير جدا، يعني مشروع كبير، فده ممكن يبقى فيه ازالات، ممكن يبقى فيه نقل للناس لمناطق اخرى وهكذا. زي موضوع الاسمرات، موضوع الاسمرات ده كان موجود كبير، اتعمل برضو في محافظة القاهرة. كان من ضمنه ان حضرتك يعني نقلت ناس من مناطق لمناطق اخرى وسكنتهم، وبالتالي المناطق اللي تم نقلهم منها اذا هي تصلح فممكن يتم تنميتها بطريقه اخرى. فده يعني كل منطقه تتعالج على حسب حالتها، حسب ظروفها. طيب سياده النائب عمرو ابو اليزيد، احيانا تكون هناك بعض المناطق متخططه وزي الفل، وبعد فتره تلاقيها بقت تحولت الى منطقه عشوائيه. ايه السبب في كده؟ ما هعيد برضو تاني، هقول عدم الرقابة من الأجهزة المعنية على هذه الأبنية، إذا كان البناء المخالف. وأنا ده الشارع كان 20 متر 30 متر دلوقتي بقى 5 متر. ما هو على فكرة كل الدوائر اللي موجودة اللي بقت عشوائية هي الأول كانت متخططة بطرق معينة، وعن طريق مثلا جشع بعض المواطنين وبعض الموظفين المرتشين في الجهات الرقابية على هذه الأبنية، تم انتشار العشوائيات في دوائر كثيرة جدا في العاصمة. تلاقي خد له المواطن خد له تندة كده قدام المحل مترين، وراح عامل كمان قدام المترين نصبة في الشارع 3 متر 4 متر، واللي زي الناحية التانية عمل نفس الحكاية. وعمل حديدة للباركينج وعمل عتبة وعمل بص لقى الشارع بقى بعد كده 5 متر. بقى 5 متر. طبعا احنا انا عايز بس اوضح ان قانون التصالح برضو منع في حالات معينة لا يمكن التصالح عليها، وهي البناء على أراضي الدولة لا يمكن التصالح عليها، الأبنية اللي هي بتهدد سلامة المواطنين لازم يبقى البناء في سلامة المواطنين، الحالة الثالثة البناء على الأراضي الزراعية. الثلاث حاجات دول خط أحمر لا يمكن التصالح عليه. في نفس الوقت إحنا مش هنقعد كل هؤلاء المواطنين اللي سكنوا خلاص فعليا في الشارع، تمام؟ وبرضه في نفس الوقت لما تيجي تعمل القانون بينفذ في ساعته وتاريخه، مش منفذ باثر رجعي. فطبعا لما احنا نقول ازالات الابنية المخالفه والكلام ده كله ونعمل قانون رادع فعل الابنية المخالفه، مش هننفذها باثر رجعي، يعني كل اللي بنى خلاص. عشان كده احنا قلنا حدينا اخر ابنية هيتم التصالح معاها هي 2011. اي ابنية تم بنائها بعد كده يصلح الحاله بتاعته، ها يتم وقوعه تحت قانون البناء المخالف على طول مباشرة. في نفس الوقت مع خطة الدولة في القضاء على العشوائيات، تمام، هنحد من العشوائيات في مصر. في نفس الوقت الموضوع ده بيأثر صحيا على المواطن. احنا عندنا عشان عدد السكان زاد، البنية التحتية لم يتم تغيير الزكاة صرف الصحة ومياه الشرب، بيتم اختلاط مياه الصرف الصحة مع مياه الشرب اللي بيأثر سلبا على صحة المواطنين. في الاخر بينتج عنه ان وزاره الصحه بتدفع مليارات الدولارات عشان تعالج هؤلاء المواطنين. عشان كده انا كنت مقدم طلب احاطه للسيد وزير الاسكان وقلت له احنا عايزين نزود الميزانيه للبنيه التحتيه، لان هو السبب الرئيسي لانتشار الامراض الفيروس سي، امراض الكانسر في الفتره الاخيره، الفشل الكلوي، وهو اختلاط مياه صرف الصحه بمياه الشرب في اماكن كثيره جدا. فاحنا الوقايه خير من العلاج، يبقى احنا نصرف على البنية التحتية عشان مش كل يوم يزيد لك مليون مريض، وفي الاخر الدولة ممكن تعجز عن علاج هؤلاء المواطنين. فاحنا نحد من انتشار الامراض من اولها، وهو زيادة الموازنة وانا كلمت فيها احنا عايزين نزود الميزانية بتاعة البنية التحتية في الدوائر كلها، دوائر الاقاليم الصعيد والدوائر الشعبية اللي فيها مكتظب عدد كبير من السكان، عشان نحد من زيادة المرضى اللي بيزيدوا يوم بعد يوم. دكتور محمد ندى، سيادة النائب تحدث عن الإزالة وكثيرون يتحدثوا عنها، وهناك من يرى أن الإزالة هي
خسارة فادحة، لأنه أموال اتحطت واتصرفت، ومش كل المخالفات بتبقى محتاجة إزالة، مش كلها مسببة ضرر، هي مخالفة لأن هي ما اتبنتش طبقا للرسم الهندسي، لكن بعضها بيبقى شديد الضرر على حياة السكان وعلى حياة المواطنين، ربما واخد حق مش حقه، وبعضها أحيانا مش هنقول للصالح مش مسبب ضرر، مش هنقول إن المخالفة دي مش صالحة، لكن هي مش مسببة ضرر، رغم إن بعض المخالفات، لأنه زي ما حضرتك قلت كل حالة لها حالتها، بعض المخالفات ممكن تكون للصالح لكن في النهاية هي بيتقال عليها مخالفة لأنها مش مطابقة للرسم الهندسي. عملوا حاجة لجمعية بنية عمارة أو اثنين أو ثلاثة، وعملوا مثلا حاجة مصلحة عامة في إطار ملك الجمعية أو في إطار، لكن ما كانتش موجودة في الرسم الهندسي، مش عاملة ضرر لحد. لو جه مهندس الحي هيعملها مخالفة وهدها، هيبقى خسارة، فلوس اتدفعت واترمت. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ ما عشان كده ده المتوقع ان ممكن قانون التصالح ممكن هو يحل المشاكل من النوع ده. ان هي لما يدرس الحاله دي ويكتشف زي ما حضرتك قلت ان هي ما فيش منها ضرر وما فيش منها مشكله، فليه يتم ازالتها؟ وبالعكس ده هي ممكن كمان في اطار اعاده تطوير المنطقه ممكن تتاخد في الاعتبار، بما ان هي منعا لاهدار المال اللي اتصرف وهكذا، فاذا في تطوير المنطقه بيتاخد في اعتبار ان دي اكن هي بقت من ضمن محددات المنطقه، ويتم تطوير المنطقه على اساس ان دي خلاص بقت حاجه واقع موجود، وفي حاله انه تم التصالح عليها في اطار القانون، فليه لا؟ يعني اذا فعلا حاجه فيش منها ضرر وينطبق عليها القانون التصالح وهكذا، ان يتم يعني الاستفاده منها ومن الاستثمارات اللي اتحطت فيها، فده وارد، وده المتوقع ان ممكن يكون قانون المصالحه يكون دي من ضمن اهدافه. ان هو برضو يعني الهدف يعني يجب حضرتك بترى انه يجب دراسه كل حاله على حده والمسائل ما تتعممش، لان على فكره يعني برضو كمبدا متوقع يعني في القوانين ان القانون بيبقى عايز مصلحه الناس، مش القانون محطوط عشان خاطر يعاقب الناس ويضايقهم يعني ففعلا اذا في حاله معينه ما فيش منها ضرر، لا ما فيش ضرر وما فيش ضرار يعني زي ما بيقولوا، واحيانا بعض الحالات بتبقى فيها فوائد. يعني ادي حضرتك مثال، بعض السكان في المناطق الشعبيه قالوا لي شوف يا بيه احنا المنور ده كان كله صرف صحي وكله مخلفات وكله قمامه وخلاف، بيطلع منه حشرات ضاره والناس سايبه الصرف الصحي بيأذي العماره، وكان هيوقع العماره، فاحنا بنينا المنور ده وغيرنا خطوط الصرف في حته ثانيه وعلشان تبقى قدام الناس عشان نجبرهم على الاصلاح وعلى انه يعملوا صيانه، كده يا بيه نبقى مخالفين، الحي بيعتبرنا مخالفين. فهم حموا العماره، بعضها كان في حموا العماره، فرأي حضرتك في كلام زي ده؟ اذا حاجه سليمه ومفيش منها ضرر، ليه ما يتمش الابقاء عليها؟ ويتم بعد كده يعني اعتبارها من ضمن الـ يعني عناصر المنطقه في حالة التطوير. يعني ممكن مثال تاني، يعني مثلا أرض فاضية وكانت بيتم التعامل معها لأن هي بيتحط فيها المخلفات والقمام وبتجيب برضو أمراض وحشرات وهكذا، فإذا اتعملت مثلا واحد راح مستخدمها حط فيها مجمع، مش هنقول مجمع خدمي بس حاجة بتخدم المنطقة، أي وكانت مخالفة، إذا دي تندرج تحت إطار المصالحة ليه ما يتمش الاستفادة منها؟ ودي بالعكس دي كده يعني من ضمن زي ما عمرو بيتكلم على 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 نقطة المرافق والبنية الأساسية، ما هي من ضمن المرافق اللي مطلوبة في تطوير المناطق خدمات معينة تتوفر. طيب خلينا يعني حضانة، مدارس، حسب مستوى كل، حسب الخدمات وحسب المستوى التخطيطي بتاع المنطقة، فممكن مناطق زي كده اذا اتعمل فيها حاجه بتقدم خدمه، ده بالعكس ده هي كده ممكن تكون كمان خدمه الدوله، انها وفرت على الدوله انها توفر الخدمه دي. في سياده النائب عمرو بيه، يعني هل القانون ممكن يبقى مرن او اجراءات في المحليات تبقى مرنه علشان تناقش كل حاله بحالتها؟ زي ما قال الدكتور محمد ندى، ما بنقولش كل الحالات فيها فايده طبعا، لانه ولا كده يعني بنساعد الفساد استمر، انما قطعا هناك بعض المخالفات كان بيبقى هدفها الصالح العام، لكن هي ما دام مش جايه في الرسم الهندسي وهي امام مهندس الحي هي مخالفه. تمام، ايه التصرف في الحالات زي مثال في الاماكن الشعبيه اللي قفلوا المنور اللي كله صرف صحي وكله مجاري ده، وعملوا خط من على السلم عشان يجبروا الناس تصلح اتفضل سيادة. احنا كنا ممكن احنا كلجنه اسكان نعمل القانون في الغرف المغلقه، ولينا الحق كنواب الشعب اللي احنا نعمل القانون واحنا قاعدين كنواب بدون ما نعمل لجنه الاستماع، ولكن احنا حرصنا ان احنا ناخد شرائح مختلفه من المواطنين ونعمل لجان استماع ونشوف الاضرار اللي بيقع فيها
الشخص اللي بيبني بناء مخالف، والاضرار اللي بيقع فيها الشخص اللي عايز يبني بالطرق المشروعه والحاجات اللي هي بتواجهه او بتعوقه في تطليع الرخصه او اي اجراءات. فاحنا شايفين ان البيروقراطيه هو المشكله الكبيره جدا في البناء المخالف، ويمكن بعض الموظفين بيستغلوا البيروقراطيه عشان يعجزوا الشخص اللي عايز يتجه بالطرق المشروع، عايز يطلع الرخصه بالطرق المشروع، ويستغلوا البيروقراطيه ديت عشان يعجزوه عشان يتجه للاتجاه الثاني. في نفس الوقت في حاجات صغيره ممكن الشخص اللي بيبني بطرق مشروع موظف الحي يديله عليها مخالفه، وتيجي حاله ثانيه واحد مظبط مع موظف حي بيتجه بالطرق غير المشروعه ويبني بناء مخالف من غير ما حد يكلمه. فاحنا سمعنا هذه الحالات وعملنا بالاعتبار ان في حالات معينه ممكن التغاضي عنها عن طريق مثلا غرامه ماليه على 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 واقع المخالفه. يعني المخالفه مثلا هو برضه الغرامات الماليه اسمح لي بتبقى معجزه. لا يعني بيروح عامل لك الغرامه ايه؟ يعني يروح حاسب لك قيمه المخالفه ويحسبها معرفش في الضعف ولا في ثلاث اضعاف. الله ينور عليك. لا المخالفات متحدده. يعني واحيانا تبقى المخالفات وبقى حد كان عامل مخالفه للصالح العام زي جمعيه او خلافه لها قطعه ارض وفي فراغات متخللات وبنت مسجد او بنت مكتب لاعضاء الجمعيه يقعدوا فيه او بنت مكان لاي حاجه صغيره يعني، لكن ما هياش في الرسم الهندسي يمسكوها عليهم يعملوا مخالفه ويقبل مبلغ الشيء الفلاني. على فكره احنا طبعا في القانون البناء اللي هيكون باصدار الرخصه مش المحليات مش الحي، لا احنا شلناها من الحي ودينا الادارات الهندسيه كليه الهندسه هي اللي هتقوم باصدار الرخصه، لان يعني بعد كده هيبقى كليات الهندسه اللي هتصدر الرخصه مش عند الدكتور على طول بقى عند الدكتور على طول. طيب تمام. وهيبقى في لجان محترمه هتنزل. في نفس الوقت المخالفات الصغيره دي القانون محددها، لان برضو الموظفين بيستغلوا عدم تحديد الحالات اللي موجوده في المخالفات، فبيبدأ يعمل مخالفه خلاص بالطريقه الروتينيه ويلا تروح المخالفه للمواطن، المواطن يفوجئ اللي هو معمول له محضر بناء مخالف على حاجه صغيره تيجي زي مسرحيه اقفل الشباك ولا افتح الشباك. بالظبط اقفل الشباك ولا افتح الشباك. هو تلاقي مثلا واحد باني مخالف 9 ادوار ولا خلافه، واحد عامل مخالفه صغيره هو اللي ياخد مخالفه والتاني زي الفل مفيش اي حاجه الدنيا جميله معاه. بالظبط كده. بس لانه التاني قوي. التاني قوي. التاني قوي. اتفضل يا دكتور محمد. يعني مقترح اعطاء التراخيص لاساتذه كليه الهندسه، هل ده يعني هيكون في صالح المواطنين ولا اساتذه كليه الهندسه مش فاضيين للكلام ده بقى وعندهم شغلهم وعندهم الدراسات والطلبه وخلافه وترجعوا تعطلوهم تعملهم زي السيمينار بتاع طلبه الماجستير والدكتوراه، تقعدوا تخليه يسجل بس سنتين ثلاثه، امال لما هيسجل في سنتين ثلاثه هياخد الماجستير امتى؟ فهكذا الرخصه تقعد عادوا سنتين ثلاثه عم ياخدوا رخصه ولا هتعمل له ايه؟ هو حضرتك متوقع ان يبقى في لجان وفي اليات مختلفه، وهو على فكره دور الجامعات موجود من قبل كده، يعني يمكن عمرو بيه برضه عارف ان في المحافظات وفي في جهات مختلفه في حاجات زي مثلا اللجان الخاصه بالمباني الايله للسقوط بيبقى فيها عضو من كليه الهندسه بيبقى موجود وبيروح لما بيستدعى بيروح، يعني الناس يعني متوقع انهم ما ياثروش في الحاجه دي، لان الجامعه اساسا على يعني من ضمن ادوار الجامعه خدمه المجتمع وتنميه البيئه. وانا مثلا على عنصر الوقت هيبقى منجز ولا لا، واسمح لي اعرف اجابه سيادتك بعد ما ناخد الاتصال الهاتفي ده، لان معانا ضيف كريم على الهاتف له فتره، معانا الاستاذ محمد عبد العال المستشار القانوني لجمعيه الحق في السكن. برحب بك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا دكتور وضيوفك ومشاهدينك الكرام. ربنا يخليك. هل الحق وانتم طيبين وانت بحضرتك بكل صحه، هل الحق في السكن يسمح بالقيام بمخالفات بناء؟ وهل ترى كل المخالفات يعني ضاره ولا ربما بعض المخالفات يكون الهدف منها نبيل؟ يعني المخالفه اكيد ضاره، يعني المخالفه لا يمكن ان يكون وراءها غرض نبيل اطلاقا يعني. اتفضل. انا اسمح لي بس انه احنا في ما يسمى مش ازمه اسكان قد ما هي فوضى تشريعيه وفوضى على مستوى السياسات التنفيذيه. ده بيؤدي الى انه احنا بنشوف الظواهر
اللي موجودة وأهمها وبشكل كارثة ما يسمى مخالفات البناء أو البناء بدون ترخيص. وأنا الحقيقة بندهش إنه إحنا عندنا هذا الكم من المخالفات رغم وجود محليات وإدارات إسكان في الأحياء وما إلى ذلك. إذن ده معناه أن الدولة عبر المحليات والإدارة المحلية شريك كامل في هذه المخالفة إن لم تكن الجريمة. هذا أول. بس الشريك ده ما بتعاقبش اللي بتعاقب المواطن. بالظبط يعني المهندس في الحي اللي كان موجود في فترة المبنى اللي اتبنى ما بتعاقبش. بالظبط، دي ملحوظة مهمة. وده اللي أنا كنت هكمل بيه كلامي. فلما نيجي نعاقب تشريع لهذه الجريمة أو المخالفة نأتي من آخر إتمام العملية ونعاقب الضحية اللي هو الساكن أو الشاري، رغم إنه الجريمة تمت عبر أفراد كثيرين وهيئات كثيرة قبل أن يكون هناك ساكن. وبالتالي في مشكلة عندك في التشريع العقابي أو التشريع فيما يتعلق بمخالفات البناء. المنطق كمان إن أنا أعمل مصالحة، ده بمفهوم المخالفة إن أنا بشجع على مزيد من هذه المخالفات. يجب أن يكون هناك ردعا حاسما لكل من تسول نفسه الإقدام على هذه العملية. ليه؟ لأنه في الآخر خالص تقنين هذا الوضع عبر التنسيق مع الأحياء أو الفاسدين في الأحياء عشان ما ننظمش الجميع، بيقول إنه الجريمة دي جريمة كاملة الأرتال. بيتم التنسيق على إتمامها عبر آليات محددة. عايز أقول لحضرتك حاجة، إن كل مخالفات البناء اللي موجودة في مصر لها قرارات إزالة. ليه؟ لأنه من ضمن تنسيق الجريمة أن يكون هناك مع البناء أن يكون هناك في المقابل قرارات إزالة موجودة في الدرج، بحيث لما تحصل الكارثة يبقى المسؤول أو الإداري أو الموظف طالع بالقرار بتاعه اللي بيحصله من العقاب. هو يا باشا بيطلع لكل العمارات قرارات إزالة، والعمارة اللي تيجي توعي يقول لك أنا كنت مطلع لها قرار إزالة من 10 سنين. بالظبط هو مطلع لكل، هو جاهز بالملفات. إذا إحنا محتاجين الحقيقة يعني رؤية مختلفة خالص على ضوء حزمة من التشريعات المتعلقة بالإسكان في مصر، خاصة إنه الإحصائيات اللي طرحها مبدئيا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتقول لنا إن إحنا عندنا مفارقات غريبة. يعني أنا لما يبقى عندي 10,000 وحدة سكنية مغلقة وتقول لي إنه في مصر مخالفات بناء وأزمة إسكان، يبقى في خلل بشع لازم نعالجه في سياسات مستقبلية. طيب الجزء الأهم إنه أنت عندك حزمة من التشريعات لازم كلها يتم النظر في تعديلها كوحدة متكاملة، زي قانون البناء الموحد، زي قانون التخطيط العمراني، زي قانون التمويل العقاري. وبالتالي في ضوء هذه الحزمة من التشريعات نقدر نقول إن احنا نوصل لنقلة نوعية فيما يسمى التشريعات الإسكانية والسياسات التنفيذية. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد عبد العال المستشار القانوني لجمعية الحق في السكن وعضو الضيفين الكريمين دكتور محمد ندى. معلش قطعنا كلامك، كنا بنتكلم على في حالة ما إذا تم إحالة موضوع التراخيص إلى أساتذة كليات الهندسة في المحافظات المختلفة، هيكون عندهم الوقت الكافي لسرعة الإنجاز ولا هيأخروا أصحاب المصالح؟ هو بس حضرتك ذكرت نقطة ليها علاقة بالدراسات العليا يعني إذا في بعض الحالات ده مش معناه التعميم، لأن أوقات على سبيل المثال أوقات مثال ليس تعميما، أوقات بيبقى التأخير من الطالب نفسه. أي يعني مش متوقع إن أستاذ الجامعة هو اللي هيعمل الرسالة للطالب، فإذا الطالب ما بيشتغلش ما بيقدمش شغل فغالبا ده ممكن يكون سبب التأخير. وبالتالي قياسا على ده مع الفارق ان برضو من ضمن المتوقع من ضمن ادوار الجامعه ان فيها قطاع كبير اسمه قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه، اللي هو من ضمن اهدافه وادواره ان هو بيخدم المجتمع. وفي اصلا الجامعه بتشارك من قبل كده يعني زي في اللجان بتاعه مباني الايله للسقوط،
اللجان اللي ليها علاقه بالتنسيق الحضاري والتراث المعماري وخلافه، لما بيطلب من الجامعه حاجه المتوقع ان هي بتحب انها تؤديها، لان هي من ضمن دي اهدافها، ليس فقط التعليم والمحاضرات والدراسات فقط يعني والابحاث. ففي امثله كتير ناجحه ان الامور لما بتسند للجامعه انها ممكن تتم. فهي برضو يعني ما تتعممش، وخصوصا ان الفتره الحاليه كمان دور الجامعه بيتزايد، ودلوقتي بقى كمان في الجامعات بيتزايد برضو وجود الوحدات ذات الطابع الخاص اللي بتشتغل دلوقتي زي المكاتب يعني باسلوب القطاع الخاص شويه في ظل القوانين برضو، فليها مرونه اكتر شويه في التعامل، فبالتالي ممكن تبقى الامور اسرع اوقات لما تيجي يعني الوحدات الطابع الخاص في جامعات كتيره بتعمل شغل كتير للدوله، يعني انها بتعتبر كاستشاري في مشروعات كتيره يعني. يعني الامل ان طبعا بالعكس ان تقويه دور الجامعه في المجتمع ان ده يعني متوقع ان هو شيء مرحب به، وان ما مش هتحب ان الجامعه تاخر، بالعكس يعني ده تنميه اكتر ليها. وفي نفس الوقت ان برضو قانون المصالحه يعني قايل ان في نظام معين للجان دي، واللجان دي ليها مواعيد معينه وليه دخل معين، يعني الكلام ده برضو كله يعني هيبقى في استفاده للاطراف المختلفه، حفاظ على الثروه العقاريه، وفي نفس الوقت الجامعات بتستفيد والبلد بتستفيد والمواطن بيستفيد، فيبقى ايه السبب ان الامور تتعطل؟ طيب انا بشكر حضرتك دكتور محمد ندى. سياده النائب عمرو ابو اليزيد، مساله ازاله المخالفات ربما البعض يقول لك انه يتم المصالحه فيها اذا لم يكن فيها هذا الضرر، لانه زي ما قال الدكتور ندى مش هنساوي كل الحالات. هل يمكن سن القوانين، انت قلت لي ان هو هيقف لغايه 2011؟ واقف لحد 2011 مصالحات. طب ايه الهدف بقى من انه تقف عند 2011 ما نكملش بعد كده؟ ما هو لو احنا عملنا، لو احنا فتحناها هتلاقي كل واحد بيبني بناء مخالف عارف ان في قانون تصالح هيجي هيحل الموضوع بتاع ما هيدفع حبه فلوس، خلاص هو كده اتصالح وهيدخلوا المرافق وكل حاجه. فاحنا عايزين نحد من العشوائيات ولا عايزين نمد من العشوائيات؟ عايزين نحد من العشوائيات. وفي نفس الوقت اللي بنى مخالف وبقى عائق او يعني نقول زياده عبء على البنيه التحتيه الموجوده في المناطق بدون ما يدفع ولا اي حاجه لازم نستفاد منه. طب ما انا عايز احضر حضرتك مثال دلوقتي. الدوله مشكوره كتر خيرها سمحت بدخول عدادات قدريه للمباني العشوائيه والمخالفه. طب تعرف ان سيادتك ان المباني اللي مش مخالفه ما بيدخلهاش على فكره ما بيدخلهاش العداد القدري، قول له انت مرخص روح قدم على ال هقول لحضرتك معظم الابراج دي هتلاقي فيها اسانسيرات. الاسانسيرات بتاعتهم موجوده بس مش شغاله. تمام؟ وصاحب البرج او اتحاد الملاك يعني كل يوم بيعملوا الامرين عشان يطلع الدور ال 11 وال 12 وال 7 وال 8 والكلام ده كله. تمام؟ فطبيعي جدا لما نعمل قانون التصالح ونقول له هندخل لك المرافق وهندخل لك الكهرباء بتاعت الاسانسير والكلام ده، هو مش هيمانع. في نفس الوقت الفلوس دي كلها مش هتبقى في جيب الدوله، لا هترجع في الاخر لخدمه المواطن وهو احلال وتجديد البنيه التحتيه. انا عندنا مناطق كتير بسبب زياده الابراج طرح في الصرف الصحي، شوارع نظيفه جدا وتلاقي طرح في الاخر صرف صحي. في نفس الوقت انقطاع مياه الشرب. دلوقتي انا دايرتي بلاق دكرور بقى لها شهر بتعاني من انقطاع مياه الشرب في جميع المناطق، ضغط المياه ضعيف جدا. فهو ده الحل صدقني، لان في طلبنا حاجات كتير من الدوله كتر خيرها وافقت لنا على حاجات، وفي حاجات بس في مشكله بس في الميزانيه. يدخلوا المرافق للمباني العشوائيه ويسيبوا المخططه؟ مش فاهم يعني في المباني، بعض المباني العشوائيه مثلا في عدادات الكود يقول لك دول يدخل لهم عدد الكود، الثاني لا يدفع المقايسه العاديه، يقول له لا لازم تدفع المقايسه العاديه ما يدخلكش العداد الكود، انت راجل سليم هات رخصتك وادفع. هو لازم بقى فاصبح هناك تيسير للمناطق العشوائيه عن المخطط. على المخطط لا لازم تتساوي الاثنين، خلاص اتصالح يبقى هو يتساوى بالشخص العادي. يعني التيسير او التصالح الشاهد اللي عايزه ما يبقاش على حساب السليم. طبعا المخطط التيسير اصلا يبقى للسليم. ده هيفيد السليم لان السليم بيعاني من الشخص المخالف، لان السليم كان قاعد وكانت المياه بتوصل له جميله جدا وكان ما عندوش طرف يسار في الصحي، العماره اللي جنبه اتبنت بقت برج، البرج اللي جنبه اتبنى،
فوجئ ان الشارع دلوقتي بيجي له طفح صرف صحي، فوجئ ان بيجي له انقطاع في مياه الشرب، فكل ده اثر سلبا على الشخص اللي قاعد بطريقه سليمه. انما الدوله الحقيقه قايمه بجهد طيب طبعاً. في مواجهه العشوائيات والحكومه والمخالفات. دكتور محمد، ده اخر كلمه مع حضرتك لان الوقت خلص. يعني النقطه حته المصالحه، ما هو في حاله انه تعمل له مصالحه فخلاص هو بقى سليم. انا يعني بس مش عايزه ما تعمل له مصالحه، ما ياخدش موقف متميز عن اللي هو كان سليم، مش كده ولا ايه؟ يعني والا يخالف ويصالح ويبقى احسن من ال ما هو اذا خالف هو دلوقتي تحت خطر انه ممكن ما يصالحش. ما يتصالحش يعني. يعني حته المصالحه دي هو مش ضامنها يعني في اطار القانون وتطبيقه السليم، فهو مش ضامن. فمن الاصل انه ما يخالفش لانه ممكن ما يتعملش. انما ايه راي حضرتك في هذه الوقفه الجاده للدوله في مواجهه هذه المخالفات؟ هي زي ما قلت في بدايه الحلقه ان دي مجهودات كبيره، ويعني ويا ريت طبعا الدوله يبقى في مجهودات اكتر واكتر تستمر في ذلك في الاطار الى جانب ده. يعني طبعا دي مجهودات محموده للدوله، ويعني وكويس ان بيتم مواجهه، بس في نفس الوقت عشان ما يبقاش دايما الدوله بتلهث ورا العشوائيات والعشوائيات هي اللي سابقه. فالخط المتوازي الثاني اللي هو كيفيه تحزيم العشوائيات وانها تسبق بحيث ما تديش فرصه ان الناس تنمو يعملوا تنميه لعشوائيات جديده. انا بشكر سيادتك شكرا جزيلا. استاذ الدكتور محمد ندى، استاذ العماره والتنميه العمرانيه وعميد كليه الهندسه جامعه بني سويف، شكرا جزيلا. شكرا. كما اشكر سياده النائب الاستاذ عمرو ابو اليزيد امين سر لجنه الاسكان بمجلس النواب، شكرا لحضرتك. شكرا، كل سنه طيبين. كل سنه وسيادتك طيب. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من قضايا تشريعية، لكم تحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء.